ضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وضابط اتصال سابق في حلف شمال الأطلسي في البلقان من واشنطن. معنا مايكل برانيت، أستاذ الشؤون الدولية والعلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من القاهرة دكتور أيمن. إذن الجانب الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا ويعرف بمحور صلاح الدين، وهو ما يقوض اتفاقية السلام ويعتبر انتهاك للاتفاقية التي انعقدت بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري. ماذا عن رد فعل القاهرة؟ ماريا أهلا بك وضيفك الكريم. زي ما حضرتك تفضلتي، جمهورية مصر العربية أعلنت إعلان رسمي ليست من مصادر رفيعة المستوى أو غير موثوق بها، ولكن تصريحات رسمية مصرية من فورها بأن هذه التصريحات الإسرائيلية لا تعدو إلا دعاية حرب موجهة لاستدرار ويعني حث الرأي العام الإسرائيلي الداخلي الذي فقد أي مصداقية وحيادية وشفافية في جيشه ومجلس حربه وقادته السياسيين وعلى رأسهم نتنياهو. جمهورية مصر العربية أكدت اليوم أنه لا صحة بأن إسرائيل سيطرت سيطرة كاملة على محور فيلادلفيا. طيب، إن كانت مزاعم دكتور أيمن، إن كانت مزاعم، ما هدفها؟ ذكرت حضرتك هدف ينعكس على الداخل الإسرائيلي، ولكن ماذا عن الأهداف الضاغطة على الجانب المصري؟ على الجانب المصري إن تم ذلك، يعني إن ثبت صدقية هذه الأخبار وأن هناك سيطرة ميدانية باللغة والمصطلح العسكري ليست فقط من مسافة بعيدة أو سيطرة غير مباشرة، هذا انتهاك صارخ لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 وتحديدا الملحق الأمني. ولكن الأكثر انتهاكا هو انتهاك إسرائيل للاتفاق المكرس المخصص لهذا المحور، اتفاق 2005، وهو المعدل الأول، الملحق المعدل الأول للملحق الأمني لعام 79. هذا الملحق من فضلك ماريا 2005 صراحة يؤكد أن جمهورية مصر العربية هي التي تطلع، مصر هي التي تطلع بالإشراف على ومراقبة كافة أعمال التهريب والإرهاب من شبه جزيرة سيناء إلى داخل رفح. سنعود لمناقشة هذه النقطة وتحديدا إلى داخل محور فيلادلفيا. دعني أشرك في الحوار ضيفي من واشنطن سيد مايكل. سيد مايكل، هل برأيك أنه فعليا إسرائيل تحايلت على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بعمليتها في رفح، أم أخذت ضوء أخضر خفية؟ لا أعتقد بأنها قد حصلت بالضرورة على الضوء الأخضر، فإن إدارة الرئيس بايدن كانت أكثر تساهلا لعلها فعل ذلك. فمنذ بضعة أسابيع كان الرئيس بايدن يرسم تلك الخطوط الحمر التي شملت عدم التوجه إلى رفح، ومعظم الناس كان تفسيرها بأن إسرائيل قد انتهكت تلك الخطوط الحمراء. وهذه الإنذارات التي قدمها البيت الأبيض أشارت إلى أن الخطوط الحمراء هي الهجوم على مراكز المدنيين، والتي قد تكون بالنسبة لكل من الطرفين لها تفسير مختلف، لكن في النهاية تصب في نفس النتيجة. مما شاهدناه وقيام العملية العسكرية الإسرائيلية حتى اللحظة، فأعداد كبيرة من المدنيين لا زالوا يسقطون ضحايا، ومن المنظور الإسرائيلي فإن هذا أمر متناسب لأنهم يسعون
بمطاردة بعض الأهداف الثمينة من جانب حماس، لكن بالنسبة لمنظور بقية دول العالم ونظرا لهذه الأحداث التي يتم تداولها، فإن ما تقوم به إسرائيل هي لا تنتهك الخطوط الحمراء فحسب، بل تستمر بالتصرف بطريقة تنتهك الأسس المتفق عليها للقانون الدولي الإنساني من خلال ارتكاب جرائم الحرب تل. لذا يمكننا أن نشهد هذه الحالة التي تجد فيها إدارة الرئيس بايدن نفسها مستمرة في لعبة غامضة من أجل إرضاء بعض المنتقدين، لكنها ليست مصممة من أجل وقف معايير إسرائيل. طيب سيد مايكل، ذكرت عدة نقاط وقلت بأنه يعني في بداية الجواب لا تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا لإسرائيل في عمليتها في رفح، وبالتالي ما حصل لحد الآن حرق للخيام، سقوط عدد كبير من القتلى خلال يومين، ماذا بواشنطن أن تفعل الآن إذا فعلا تخطت تل أبيب الخطوط الحمر التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الذي يمكنها أن تقوم به لوقف تل أبيب؟ سوف يستمر بايدن في القول بأنه ما من خطوط حمراء قد تم انتهاكها، وإذا ما كانت إسرائيل قد انتهكت تلك الخطوط من عدمها، فإنه من منظور معظم المراقبين من الأسرة الدولية الذين يشاهدون هذه الأحداث، فإنه من الواضح أن إسرائيل قد انتهكت تلك الخطوط الحمراء، وينتظرون من بايدن أن يفعل شيئا أو أن يقول شيئا على نفس المنوال، لأنه هناك جملة من الأمور. أولها، هناك حتى اللحظة هناك أمل بعقد مفاوضات بين حماس ومصر وإسرائيل حول إذا ما كان هناك فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. وإلى الحد الذي أن الولايات المتحدة نجدها في هذا الخصوص تضع ضغوطا على إسرائيل لوقف عمليات، فهذا من غير المرجح أن يثمر بأن يدفع الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن جرائمها. فمنذ أحداث 7 أكتوبر كان هدف إسرائيل هو التخلص من حماس، سواء كان ذلك الهدف سوف يتم تنفيذه على المستوى العسكري، ويحسب كثيرون أنه غير قابل للتنفيذ، لكن حكومة نتنياهو ماضية في هذا الأمر. لذا فإن التبعات في هذه المرحلة أرجح بأن إدارة الرئيس بايدن لن تفعل أي شيء كبير أو قاس من شأنه أن يدفع بإسرائيل للتراجع. إن رأيي أنه من خلال ما يحدث الآن أنها هذه الإنذارات التي قدمت بطرق مختلفة من قبل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وإدارة بايدن قد يكون لها الأثر المعاكس على إسرائيل، بحيث لا تقوم بتقييدها بفعل ما تفعله، بل دفع إسرائيل لتسريع أنشطتها العسكرية قبل أن يفوت الوقت والنافذة المفتوحة لها. هذه مسألة ديناميكية ومتغيرة وكذلك دبلوماسية، لكن في نهاية الأمر من الصعب أن نلخص هذا الأمر بأن نقول بأن إسرائيل لها أن تفعل ما يحلو لها، وفي هذه المرحلة من الصعب أن نرى ما الذي قد تفعله إدارة الرئيس بايدن ومجلس الأمن، وما هو دكتور أيمن. دكتور أيمن لو سمحت لي، هناك اتفاق، يقال بأنه هناك اتفاق أو توجه من الجانب المصري والإسرائيلي على عدم انهيار اتفاقية السلام، وبالتالي ما المحددات المصرية هنا التي يمكن أن تضعها تل أبيب في الحسبان لحماية هذه الاتفاقية؟ صحيح، التصرفات الرعناء الخرقاء لإسرائيل تحيق خطر جسيم ومباشر وكبير بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية سنة 79، وهي أول معاهدة سلام في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل ودولة عربية. المعاهدة فيها
أمرين، معاهدة 79 فيها أمرين، الأمر المهم الحيوي الخطير هو المسائل الأمنية المتضمنة في الملحق الأمني، والذي يحدد العدد والكيف للتسليح لطرفي المعاهدة، سواء المنطقة جيم في سيناء في مصر أو المنطقة دال في إسرائيل. لا أعتقد أن ستكون هناك تهديدات، ولكن الآن لابد أن تكون هناك تعديلات على هذه الملاحق، سواء الملحق الأول، الثاني 2005، الثالث 2021، ولكن هناك بنود تستطيع جمهورية مصر العربية، بنود غير عسكرية، تستطيع جمهورية مصر العربية أن تعلقها ولا تلغيها للحفاظ على الأثر القانوني والسريان القانوني السياسي للمعاهدة، من بين هذا تخفيض العلاقات الدبلوماسية وفعلتها مصر 1982 ولمدة طويلة جدا ناهزت العديد من السنوات. نعم. بالتوازي مع ذلك دكتور أيمن، نعم، مصر أيضا تبحث أو تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح لجهة أخرى تديرها غير الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هل يمكن أن تفلح هذه الجهود لتفادي أي صدام مع الجانب الإسرائيلي مع هذا التعنت، إلا ربما في حالة إذا تغيرت الحكومة في إسرائيل أو شيء من هذا القبيل؟ ماريا، تجربة 2005 اتفاق المعابر الذي كان الاتحاد الأوروبي ومراقبين الاتحاد الأوروبي يراقبون المعابر، ولكن إسرائيل تراقب أيضا عن بعد بعد أن قامت بالانسحاب الظاهري بين قوسين إبان حكم شارون 2005. هذا الاتفاق الذي كان الاتحاد الأوروبي فاعلا مهما في 2005، من أسف حين أتت حماس انقلبت على ذلك الاتفاق، وأصبحت حماس اعتبارا من 2006 تحديدا، بعد أن كانت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الموجودة مع الاتحاد الأوروبي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، للأسف اعتبارا من 2006 انسحب المراقبون الأوروبيون، وأيضا صارت حماس هي في حكم الأمر الواقع في ذلك المعبر رفح الفلسطيني. هنا يمكن أن تكون اتفاقية المعابر 2005 بين الاتحاد الأوروبي، السلطة الوطنية، جمهورية مصر العربية، يمكن أن يكون درسا يحتذى ويقتدى به في هذا الصدد. أشكرك من القاهرة، كنت معنا الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وضابط اتصال سابق في حلف شمال الأطلسي في البلقان. الشكر موصول أيضا إلى ضيفي من واشنطن مايكل بارنت، أستاذ الشؤون الدولية والعلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن.